بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مسألة تارك جنس العمل التي تكلمنا عنها إجمالا في المرة السابقة، يقصد بها من أطلقها طبعا العمل الظاهر وليس عمل الجوارح في الجملة، وكان يمكن حمل بعض كلام أهل العلم على عمل الجوارح عمل الباطن عمل القلب، لكن هذا مما لا نزاع فيه. أيضا مما لا نزاع فيه حتى نحدد موطن النزاع في المسألة وما هو المقصود بالاختلاف فيها، كما ذكرنا عمل القلب ليس مما فيه نزاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. ولا نزاع بين أهل الإسلام وبين أهل السنة أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد قالوا لا إله إلا الله، لكن لم يكن عندهم يقين أو لم يكن عندهم حب وانقياد لشرع الله عز وجل، إما فوات عمل القلب وإما فوات قول القلب. فلا نزاع أن عمل القلب دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على شرطيته، وأن قول لا إله إلا الله دون اعتقاد ودون تعظيم لله عز وجل في الحقيقة لم يعمل بلا إله إلا الله بقلبه، بمعنى أنه لم يعبد الله بقلبه، حيث رأى أنه لا يحب الله ولا يخضع له، لا ينقاد لشرعه، فليس هذا بإيمان عند أحد من أهل السنة والجماعة، وإنما هذا عند الكرامية من المرجئة أو أن وافقهم من يعني أو عند الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط أو أن الإيمان هو النطق فقط. أيضا مما لا ينازع فيه أن الترك للشرك وهو عمل عند كثير من الأصوليين، أن الترك فعل، لو قيل عنه عمل فهذا مما لا نزاع فيه في شرطيته أعني أو في ركنيته، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله ولم يترك الكفر والشرك والردة عن الإسلام فهو ليس بمؤمن، لا أصل الإيمان ولا كماله بالأولى، بل يكون كافرا والعياذ بالله طالما استوفى الشروط وانتفت الموانع. فنقول من قال لا إله إلا الله ليس مجرد قولها باللسان، بل لابد من ترك الشرك. وأنا أقول أن هذه مسألة لو فهمها من فهمها ويعني فهمها المخالفون وقابلوا مثل هذا الأمر، أعني أن العمل يدخل فيه الترك عند كثير من الأصوليين أو عند أكثر الأصوليين، يسمون الترك عملا ويرونه عملا، ونحن نشترط ترك العمل، فهذا لا ننازع فيه. ومن قصد بذلك أو قال ترك جنس العمل يشمل الترك، فنحن نقول أنه لا بد إذن من هذا العمل الذي هو ترك الشرك، ولا يصح إسلام أحد دون أن يترك الشرك. فلو أنه نطق الشهادتين ثم وقع في الشرك الذي قامت عليه الحجة لم تنفعه الشهادتين، ولم ينفعه ما عمل من أعمال أخرى حتى. ويقول هذا أولى من أن يشترط تسبيحة أو يشترط رد سلام أو يشترط سجدة في عمره حتى يقول ليس بمرجئ أو هذا ليس بكافر، أعني الذي ترك العمل كله. ثالثا من المسائل التي ينبغي الانتباه لها، وهي أن الأركان الأربعة محل خلاف سائغ بين أهل العلم، لذلك نقول أن من كفر تارك العمل لأجل أنه قد ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج، فنحن وإن اختلفنا معه إلا أننا نرى أنه داخل دائرة أهل السنة. فلذلك نقول أن من رأى تكفير تارك العمل بالكلية لأجل ما أصل من أن الأركان الأربعة أو أحد هذه الأركان الأربعة وأشهرها الصلاة كفر، تركه كفر نقل عن الملة، فهذا مما لا ينازع فيه، وإنما النزاع مع تبديئه للمخالف. يبقى المنازع فيه من قال بأن تارك العمل بالكلية كافر، نقول هذا نختلف معه اختلافا سائغا،
نحن لا نقول بقوله، لأننا نرى قول جمهور العلماء من أن ترك الصلاة تكاسلا فضلا عن غيرها من المباني هو كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، للأدلة المذكورة في غير هذا الموضع وقد ذكرناها ولعلها تأتي في مكانها. لكن الخلاف مع من يقول إذا لم تكفروا تارك المباني فأنتم مرجئة، أو إذا لم تكفروا تارك الأعمال بالكلية ولو لم تكفروا تارك المباني فأنتم مرجئة، فنقول هذا الكلام محدث، وهذا الاتهام لأكثر العلماء الذين لا يكفرون تارك المباني وتارك العمل كذلك، لأن لا يوجد من أهل العلم من يقول يشترط في عدم تكفير تارك الصلاة أن يكون قد سبح في عوره تسبيح، لا يوجد من يقول من أهل العلم أنه يشترط في عدم تكفير تارك الصلاة أن يكون قد رد السلام، أن لا يكون قد رد السلام على مسلم في حياته. أقول هذا الكلام كلام محدث، إنه يقول لابد أن يأتي بشيء من العمل حتى لا نكفره ونحن نقول بأن تارك الأركان ليس بكافر، كفر ناقض عن الملة. فإذا يعني حصرنا الخلاف إذن نحصره في من يقصد بالعمل العمل الظاهر عمل الجوارح زائدا على الشهادتين، وإلا فنطق الشهادتين قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عملا وسماه إيمانا، وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسمى هذا الإيمان عملا. لكن الخلاف مع من يقول لابد من شيء زائد على النطق بالشهادتين من أعمال الجوارح واجبا كان أو مستحبا، يقول إذا لم يوجد هذا كان الكفر متفقا عليه بين أهل السنة، ومن خالف فيه فهو مبتدع، دل بالخلف فقط. أما سائر من يقولون بتكفير تارك العمل، إذا كانوا يقولون تارك العمل هو من لم يترك الشرك، تارك العمل هو من ترك عمل القلب أيضا يشمل من ترك عمل القلب، تارك العمل من ترك الأركان الأربعة، ونحن نقول بتكفير تارك الأركان الأربعة مع معرفة أن هذا خلاف سائغ، هذا الخلاف معهم خلاف بل نتفق معهم في مسألتين، وهو أن من ترك العمل القلبي كافر، وأن من لم يترك الشرك فهو كافر بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. فإذا حصرنا الخلاف في تكفير تارك العمل في هذه الطائفة التي تبدع من يوجب شيئا زائدا على الشهادتين حتى يسع الخلاف من الأعمال الظاهرة كما ذكرنا، خلاف الأركان الأربعة وهو لا يرى الخلاف مشروعا في الخلاف في الأركان الأربعة. لذلك قولهم تارك جنس العمل، يعني نكرر هذا الكلام، قد يقصد به تارك العمل ككل، تارك كل الأعمال، وهذا الإطلاق لا يصح، أو هذا لا يصح أن يعبر عنه بكلمة العمل مطلقة، لأن تكفير تارك الصلاة الخمس أو تارك الصيام أو تارك الزكاة أو تارك الحج وهو عازم أن لا يفعلها، هذا التكفير فيه خلاف سائر بين أهل السنة، ولا يصح التعبير بأن هذا جنس العمل، لأن هذا الخلاف السائر بين فريقين. الفريق الأول يقول بتكفير تارك، أي أن المقصود بقى إذن هنا التعبير بهذا الكلام عشان نبين أن إحنا بنقول أن في خلاف ثابت في ذلك، وبالأولى أن لو واحد ترك الأربعة كلها فهو إيه كافر عند بعض العلماء، لكننا نقول لا يبدع المخالف، لا يقول أن من لم يكفر تارك جنس العمل فهو مرجئ، هي القضية في هذه المسألة في التبديع. فنقول الخلاف في هذه المسألة بين فريقين، الفريق الأول يقول بتكفير تارك أي واحد من المباني الأربعة ولو أدى هذا التارك كل المباني الأخرى كان عنده كافرا، فهذا ليس بتارك لجنس العمل لأنه لم يترك كل الأعمال ومع ذلك كفر بترك واحد من المباني الأربعة. فلو كان المقصود أنه لو صلى صلاة أو صام يوما في حياته لكان غير تارك لجنس العمل، فهذا لا يقول أحد لا هذا الفريق ولا ذاك، بمعنى إن من يكفر تارك الصلاة فهو يكفره بصلاة بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات، ليس هناك اختلاف بينهم في أكثر من ذلك. من يكفر تارك الصلاة كل من ترك أربع صلوات عنده فهو إيه؟ كافر.
كل الفريق كل هؤلاء الفقهاء. وليس يوجد من يقول من صلى صلاة في عمره لم يكفر، وأما من لم يصلي قط فهو الكافر. ثم نقول هذا متى تعلم أنه ترك الصلاة بالكلية حتى يقال هذا قد كفر؟ إنما كفره يقول شيخ الإسلام تيمية قد قال أنه لا يصح أن يكون مؤمنا بوجوب الصلاة ثم لا يسجد في حياته سجدة قط. نقول هذا الكلام هذا الذي فيه نزاع أقصاه أن شيخ الإسلام يرجح إيه هذا القول، ثم هو قد نص في شرح العمدة على أنه لابد من حد في تكفير تارك الصلاة، واختار هو صلاة لا تجمع مع التي تليها أو صلاتين مجموعتين إلى آخر وقت الثانية. وهو قال أيضا أنه إنما يكفر في الوقت الذي يجب قتله فيها، وهذا نصه إن شاء الله قريب من نصه في شرح العمدة. بمعنى أنه متى يكفره شيخ الإسلام؟ في الحال التي يجب قتله فيها. متى يجب قتله؟ إذا عرض على السيف وأمر بالصلاة فأبى أن يصلي. وهذا نقول به في الحقيقة، ونحن نقول بأن من أبى أن يصلي وقد عرض على السيف وقال اقتلوني ولا أصلي هذا لا يوجد مؤمنا بوجوب الصلاة أصلا، ليس مصدقا فضلا عن منقاد لشرع الله عز وجل أن يفضل القتل على طاعة الله التي يعلم أن الله يعاقبه على تركها أعظم العقاب. وهذا هذه مسألة متصورة ليست واقعية إن وجد، بل هو كما يقول شيخ الإسلام بل عامة من يترك الصلاة لو عوقب بأي عقوبة بحبس أو ضرب فإنه يبادر إلى الصلاة، مع إثبات الخلاف في هذه المسألة. وإن كنا لا نقول بقول من قال من العلماء بأنه ليس بكافر ولو قتل حدا، لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فلذلك نقول كلمة تارك جنس العمل يقصد به تارك جنس العمل ككل، هو يرى يعني من يقول بتكفير تارك أي واحدة من المباني، الجمهور الذين قالوا بتكفير هذه لا يشترط أن يكون تاركا لها بالكلية، بل يرون أن من أدى الزكاة سنين ثم منعها بعد ذلك، مانع الزكاة الذين قتلهم أبو بكر، هل هؤلاء تاركون لجنس الزكاة؟ ليسوا كذلك، بل قد أدوا الزكاة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بتارك لجنس العمل، العمل الواجب الذي هو الزكاة، لأنهم قد أدوا من جنسه سنين قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد قلتم أنتم كفرهم الصحابة، ونحن نقول بل قاتلهم الصحابة، الإجماع على قتال مانع الزكاة وليس على تكفير مانع الزكاة. مانع الزكاة مرتدون باعتبارين، ليسوا مرتدين باعتبار أنهم كأتباع مسيلمة والأسود العنسي وأمثال هؤلاء، نقول بل مانع الزكاة مرتدون باعتبار أنهم دخلوا في غمار أهل الردة كما قال الخطابي، أنهم دخلوا في غمار أهل الأكثر في القتال كان للمرتدين الذين رجعوا إلى الشرك ومتبعي أدعياء النبوة، فهؤلاء مانع الزكاة دخلوا في الغمار فسموا مرتدين لأجل أن الأغلب كان قتال مرتدين، أو لأنهم مرتدون عن بعض الدين كانوا يؤدونه ثم تركوا تأديته، فهذه ردة جزئية. هذا كلام الخطابي في تسمية قتال مانع الزكاة قتال مرتدين. أما القول الثالث فهو من يقول بأن من ترك الزكاة فإنه إذا قاتل عليها الإمام كفر، فهو قول طائفة من أهل السنة رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول معتبر في الاجتهاد، وإن كنا لا نقول به لكن وهو نقول بقول الجمهور، وهو أنه حتى ولو قاتل الإمام عليها لم يكفر بذلك، ولكن يجب قتاله اتفاقا حتى ولو لم يكن كافرا. فهذا القول قول اجتهاد سائغ في وصف حال أهل الزكاة مانع الزكاة، لكن على أي الأحوال مانع الزكاة لم يكونوا تاركين لجنس العمل، بل أدوا أعمالا أخرى وأدوا حتى من جنس هذا الواجب الذي نتكلم عنه وهو منع الزكاة، فهذا لا يصح أن يقال هذا تارك جنس العمل. هذا الفريق الذي يكفر تارك الصلاة مثلا يكفره بترك صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات،
لم يقل أحد من هذا الفريق إن من صلى صلاة واحدة في حياته لن نكفره بعدها، لأنه ليس تاركا لجنس العمل، بل كلهم يقول يعرض على السيف إن كان يرى وجوب قتل تارك الصلاة، أو يحبس عند من يقول بعدم قتله ولا يكفره بالأولى، ومن يكفره كشيخ الإسلام عند القتل يقول ولو صلى قبل ذلك عرض على القتل فأبى أن يصلي قتل كافرا. هذا كلام شيخ الإسلام كما ذكرنا، حتى لأن كلام شيخ الإسلام في الحقيقة محمله على هذه، يعني نرد كلامه المحتمل، لأن كلام شيخ الإسلام في مسألة تارك الصلاة هو ينقل دائما الأقواس، وقد يفهم من كلامه في بعض المواضع ما يحتاج إلى تبيين، فأحسن ما يبين به كلامه في الموضع الآخر. وكما ذكرنا كلامه في شرح عمدة أنه متى يكفر؟ قال في الحالة التي يجب قتله فيها. متى يجب قتله؟ إذا عرض على السيف فإيه؟ فأبى أن يصلي. فده في الحقيقة في الإباء وليس في الترك المجرد. الإباء شيء زائد على مجرد الترك تكاسلا، والإباء هو الامتناع مع الرد لشرع الله سبحانه وتعالى. يعلم ذلك بأن يقول اقتلوني ولا أصلي، ولو قتلتموني لم أصلي. الفريق الثاني الذي لا يكفر تارك الصلاة يقول لو ترك كل الصلوات ما دام لم يستحل ولم يأبأ لم يستكبر الصلاة فهو ما زال عنده أصل الإسلام، عنده لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قط. أما من يقول لو صلى صلاة في حياتي فهذا لا نكفره، فهذا لا يوجد من يقول هذا بين أهل العلم، يعني أعني اللي بيقول لو صلى صلاة في عمره لن نكفره إلى آخر الدهر، ده لا من هذا القول ولا من إيه؟ من هذا القول. اللي ما بيكفرش ما بيكفرش ولو عاش سنين. واحد صايم رمضان بس يصلي العيد بس. اللي ما بنقول ما في ان يصلي العيد ويصلي مثلا ده نافله، وقد يصلي فريضه، احيانا يصلي الجمعه على سبيل المثال، وهذا حال كثيرين. بنقول اللي بيكفر ترك الصلاه بيكفر، واللي ما بيكفروش ما بيكفروش حتى لو ما صلاش العيد ولا الجمعه، بيكفروش حتى لو بقي سنين، لان الحد الذي ذكرناه عندهم هو ايه؟ اقصى حاجه كام؟ 3 صلوات. فلا يصح ان نقول على شخص انه تارك لجنس العمل ويكون صام يوما او صلى يوما، فلا احد يقول بهذا، لا هذا الفريق ولا ذاك، فهذا قول مستحدث ثالث. اعني اللي بيقول نحن لا نكفر من صلى صلاه في عمره او صام يوما في عمره او زكى شيئا من ماله في عمره، فهذا لا نكفره. واما الذي نكفره فهو الذي ترك ذلك بالكليه، فبنقول ده في مسألة الأركان الأربعة خلاف القولين. القول اللي بيقول بالتكفير يرى أنه ب3 صلوات يكفر ولو صلى 10 سنين قبل ذلك، والقول الثاني الذي يقول بعدم التكفير يقول ولو ظل 10 سنين لم يصلي طالما لم يعرض على السيف، أو حتى لو عرض هناك من يقول يقتل حدا. نعم، مين بقى؟ لا، الذي يقول يقتل حدا جماهير الشافعية والحنابلة أيضا عندهم هذا هو المرجح، والحنفية لا يقولون قتل، والمالكية جمهور المالكية يقولون هذا يقتل حدا، وليس هذا بمرجئ عند أحد من أهل العلم، إلا أن كلام شيخ الإسلام يقول قد دخل في كلام هؤلاء، دخل عليهم من الشبهة التي دخلت على المرجئة، حيث ظنوا وجود إيمان تام في القلب دون عمل ظاهر. وده فرق بين يقول دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة في مسألة وهو معينة، وبين أن يقول هم مرجئة. يقول دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة في تصور إيمان كامل في القلب من غير أن يكون هناك عمل ظاهر. هذا الكلام مسألة في وجوه الاستدلال اختلف فيها العلماء، لكن لا يلزم أنه حين دخلت عليه الشبهة التي دخلت على هؤلاء أن يكون هو قائلا بقولهم. طوائف ممن يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص يقولون بأن تارك الصلاة إذا قتل حدا، وهم من أهل السنة لا من أهل البدعة، وإن كنا لا نرجح ذلك. قد يقصد بقولهم تارك جنس العمل أن يترك أي عمل واجب بالكلية، عمل واجب على بعضه، يعني يقول عمره ما بر لوالديه، عمره ما جاهد في سبيل الله، ترك ما وجب عليه من صلة الأرحام مثلا، وهو يقول لن أفعل ذلك، يقولوا روح زور والدتك كلهم ولغاية ما تموت ما تشرح لها،
وابوك مات يقول له أو ابوك لسه مريض يقول له لغايه ما اموت ما اناش واحد. فهذا ترك جنس بر الوالدين ويعزم الا يعود اليه. ومن يصر على المعصيه الى ان يموت في جانب الترك ويعزم ان يظل على فعلها، فهذا هو تارك لجنس العمل الواجب. هل يقصدون ذلك؟ الحمد لله ان هذا القول شبه ينقرض حاليا. ما ألف الكتاب اول مره وشرح كان هناك من يقول بذلك، ان الاعمال الواجبه كل عمل واجب يكفر من ترك هذا العمل الواجب جمله، ولكن اصبح عامتهم لا يقولون ذلك، لان هذا ظهر بوضوح ان هذا من فكر الخوارج فعلا، وهو ان من يصر على المعصيه الى ان يموت كافر، او من يقول ان افعل الواجب غير الاركان الاربعه يقول لن افعله الى ان اموت، اللي بيقول ما نشرح لابويا لغايه ما يموت او نشرح لهم لغايه ما اموت يبقى كافر، هذا من كلام الخوارج. الامام ابن تيميه قال دخلت عليهم الشبهه التي دخلت على المرجئه، وهو بيقول ان ده مش كلام الائمه، بيقول ده كلام اتباعهم، وان كان هذا الكلام فيه نظر، اتباعهم دول كبار اصحابهم. لا ده مش كلام مرجئه الفقهاء لوحدهم. مرجئه الفقهاء والحنفيه في مساله عدم تكفير تارك المباني ليس كلام مرجئه الفقهاء، بل كما نقل ابن عبد البر وكل اصحاب الشافعيه رحمه الله وكل اصحاب الامام مالك ينقلون هذا مذهب عدم التكفير بترك المباني مذهب هؤلاء الفقهاء المعتبرين. الخلاصه ان ترك جنس العمل اصبح يراد به احد امرين في الوقت الحاضر، ترك جنس العمل الواجب، ويجعل اي عمل واجب اذا عمله الانسان قد خرج عن كونه تاركا لجنس العمل، كما ذكرنا لو رد السلام عليه على مسلم وقال السلام عليكم فقال وعليكم السلام، فهذا قد ادى واجبا لان رد السلام ايه؟ واجب، فهذا خرج عن ترك جنس العمل فيقبل الخلاف في عدم تكفيره. وانا او من يقول ترك جنس العمل بالكليه ودخل فيه المستحبات، فلو سبح تسبيحه لم يكن تاركا لايه؟ لجنس العمل. فلا يرى بأسا من عدم تكفيره، وهذا القول لا أعلم أحدا يقول به من أئمة السلف. الخلاف بين أهل العلم هو في المباني الأربعة. قول الإمام الشافعي رحمه الله أن الإيمان قول وعمل، ونقل إجماع على ذلك، أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجزي أحدها دون الآخر، وهذا بلا شك كلام صحيح، ومثل كلام الأجري، وليس معناه أنه لا يصح إسلام إنسان ولا إيمانه بأن لابد بأن يأتي بالعمل كله، فإنه عندهم جميعا الإيمان قول وعمل. أي عمل؟ كل الأعمال الواجبة والمستحبة داخلة في الإيمان قول وعمل، وكل النيات الصالحة داخلة في ذلك. فهل ترون أو تقولون أن من ترك شيئا واجبا فقط بطل كل إيمانه وعمل؟ هذا لا يقوله لا الإمام الشافعي ولا غيره. كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذا الكلام للإمام الشافعي رحمه الله، حين ذكر استشكال الرازي لهذا الكلام، لأنه ليس على يعني ظنه من يعني يلزم منه مذهب الخوارج، فقال والجواب عن هذا سهل، فإنه محمول على الإيمان الواجب. وهذا يقوله الشافعي رحمه الله، أعني كلام أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدها دون الآخر، إنما قاله في الرد على المرجئة الذين يقولون يجزئ الاعتقاد والقول عن الإيه؟ عن العمل، ونحن لا نقول ذلك، وهذا قول باطل، أنه يجزئ العمل، يجزئ القول والاعتقاد عن الإيه؟ عن العمل، لا يجزئ عنه، كما لا تجزئ الصلاة عن الزكاة، لا يجزئ بعض العمل عن العمل، بل يجب أن يؤدي الواجب كله. ولكن الكلام هنا على بطلان القول والاعتقاد وحبوطه بالكلية إذا ترك العمل، هذه مسألة أخرى ليست التي ذكر العلماء والتي يروجون بها ويقول هذا إجماع من سبق، فهذا إجماع من سبق، فانظروا في كلامهم وهم أهل العلم في شرح حديث خروج عصاة الموحدين من النار، فهل جعلوا هذا البعض يقول هذا من المتشابه؟ نقول هل عده العلماء من المتشابه وهم يردون به على أهل البدع؟ يردون به على كلا الطائفتين، على الخوارج والمعتزلة، ويردون به على المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون بأن أحدا من أهل الإيمان يدخل النار، والخوارج والمعتزلة يقولون ذلك أيضا، يقولون من دخل فيها لم يخرج منها. فعدوا هذه الأحاديث التي فيها لم يعمل خيرا قط
والتي فيها بغير عمل عملوه ولا خير قدموه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عدوا هذه ردودا على أهل البدع. فكيف يردون على أهل البدع بالمتشابه؟ بل عدوها من النصوص المحكمة التي ترد على كلتا الطائفتين. وأما من يقول يجزئ القول والاعتقاد أو الاعتقاد فقط عن العمل فهذا مردود عليه، لا يجزئ عنه. ولكن ما معنى لا يجزئ عنه؟ هل يبطل بالكلية أم أنه لا يجزئ عن الواجب عليه الذي يستحق صاحبه، الواجب الذي يستحق صاحبه دخول الجنة دون أن يعذب في النار؟ هذا موطن الخلاف بيننا وبينكم. ثم إنكم كما ذكرنا قلتم قولا لم يقله أحد من أهل العلم، وهو أن من سبح تسبيحة فهو ليس بكافر ولو ترك المباني الأربعة ولو ترك الأعمال الواجبة، أو من رد السلام على على من سلم عليه فهو ليس بكافر لأنه لم يترك العمل الواجب، وأما من لم يفعل ذلك و يعني عاش عمره لم يؤدي شأن الواجبات عمليا مع كونه مقر ومعترف على نفسه بالتقصير وظالم لنفسه، يقولون هذا لا بد من تكفيره وإلا كنتم من المرجئة من أهل البدع. قولوا نحن نقول بمذهب من يقول بتكفير تارك المباني سوف يسعون الخلاف. قولوا بأن من أدى عمل يعني هذا يقولون أن عمل إذا ترك عمل القلب كفر، ونحن نقول بذلك نوافقكم على ذلك. بعضهم يقول لا يتصور وجود إيمان، أصل الإيمان لمن ترك العمل بالكلية. نقول متى يحكم عليه بذلك؟ نتصور معا إنسانا بلغ صباح هذا اليوم من الشباب الضائع التائه. أنتم ترون الخلاف عامتهم الآن بفضل الله يرى الخلاف في ترك الصلاة خلافا سائغا وفي ترك المباني كلها، ويرى أن هذا خلاف بين أهل السنة، مع أن بداية هذا القول كان يرى أن هذا من ميراث المرجئة أيضا، أن عدم تكفير ترك المباني هو من ميراث المرجئة. نقول إنسان بلغ صباح هذا اليوم، رجل شاب بلغ صباح هذا اليوم، استيقظ كما يستيقظ كل ليلة بعد شروق الشمس عازما على ترك صلاة الصبح، خرج من بيته لم يغتسل، صدمته سيارة على باب المنزل، عمره الذي يحاسب عليه ساعة واحدة فقط، ساعتان من بعد طلوع الفجر ترك الصلاة، وكان في يوم من رمضان ولم يصم، أو كان في غير رمضان ولم يصم رمضان، وليس لم يزكي كذلك، ولم يحج ولم يعتمر. هذا متصور أم غير متصور؟ متصور. أنتم تصورتموه في بداية المسألة لأنكم لا تكفر، ترون على الأقل من لا يكفر هذا لأنه قبل أن يموت ترك صلاة واحدة، وتعلمون من يقول لا بد من ثلاث صلوات كقول معتبر، وتقولون أيضا أن من لم يكفر ترك الصلاة أيضا قول معتبر. فنقول هذا الشاب ترون عدم تكفيره قولا معتبرا إلى لحظة وفاته، فمتى كفر هذا الرجل عندكم؟ أنتم تحكم ما إذا كان ليس بكافر إلى آخر لحظة في حياته، أنه ترك صلاة واحدة لم يترك صلاتين ولا ثلاث، وعلى قول الجمهور هو ترك الصلاة كسلا، ولم يغتسل الغسل الواجب، ولم يعمل شيئا من الواجبات، بل نزل ليأتي المعاصي مع أصحابه، ليشرب المخدرات مع أصحابه، صدمته سيارة فمات من ساعته. قلنا عمر الواجب ساعتين ثلاث ساعات أقل أو أكثر، هذا الذي وجب عليه لم يؤده، يتصور أم لا يتصور أن يكون الإيمان في قلبه ضعيفا جدا لم يظهر أثره؟ كما اتفقتم أن الخلاف في عدم تكفيره سائغ قبل أن يموت، إلى اللحظة التي لم يمت فيها ألا ترون أنه لم يكفر على قولنا أو على قول جمهور العلماء الذين لا يكفرون ترك الصلاة؟ نعم ترونه كذلك، ترونه بالفعل على الأقل خلاف سائغ. فلماذا كفرتموه إذا مات؟ إذا كان قد كفر فلا بد من حد يكفر عنده، وليس أنه يكفر لأنه قد مات على ذلك. هو لو كان كافرا فقد كان كافرا قبل أن يموت، أما أن موته دل على كفره فهذا كلام لا بد من لحظة انتقل فيها من الكفر من الإيمان إلى الكفر. وأنتم لا تحددون حدا لذلك ولا تستطيعون أن تجعلوا حدا لذلك، لأن تارك جنس العمل هذا إلى متى يسمى ذلك؟ نحن نقول اشترطوا أولى بكم اشترطوا ترك الشرك، وقولوا هذا لم يترك جنس العمل لأنه ترك الشرك وعمل بقلبه حيث دان لله عز وجل بأنه عاصٍ
ودان لله بأنه تلزمه الصلاة ويلزمه الغسل، ودان لله عز وجل بأنه يعني يلتزم بالشريعة جملة، يلتزمه الشريعة جملة وإن لم يعمل، وأنه عنده حب لله ولرسوله لكن حب ضعيف لم يدفعه إلى الإيه؟ إلى العمل. فمثل هذا تكفيره على الأقل اجعلوه محل خلاف، اجعلوه مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة والجماعة. أما أن تقطعوا بتبديع من لم يكفر مثل هذا الشاب وتقول لا يتصور وجود من لم يعمل خيرا قط، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال، والرسول قد قال بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، وإن كان وجوده نادرا جدا، أعني أن من كان حاله كذلك، ده ممكن هذا الشاب قبل ما ينزل من البيت بس إيد والدته، يبقى عندكم قد بر إيه؟ قد بر أمة، يبقى خلاص كده ليس تاركا لجنس العمل. ترون هذه القبلة منعت من تكفيره، ورأيتم الخلاف سائغا في ذلك، ولا ترونه سائغا إذا لم يقبل يدها؟ عجب مما يعني نتعجب من صدوره ممن يقول بهذا القول الذي نقول أنه يبدع جمهور علماء الأمة الذين يرون عدم التكفير بتارك المباني. لذلك نقول تكفير من يصر على المعصية أو يترك عملا واجبا غير الأركان الأربعة ويعزم أن لا يفعله، مثل من ترك بر والديه أو ترك صلة الأرحام إلى أن يموت يعزم أن لا يفعله، تكفيره هو من قول الخوارج. فإن قيل فما الدليل على أن المصر على الكبيرة لا يكون كافرا وإن أصر وإن عزم أن يعود إليها مرات؟ الجواب الدليل هو الآية، قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، وهذا رجل لم يشرك. وكذلك الرجل الذي قتل 100 نفس لم يكن كافرا بل دعي إلى التوبة، لما قتلهم كان لسه ما تبش، بيقول هل لي من توبة؟ يبقى هو لسه ما تبش، فلم يكن قد تاب بعد. وكذلك دليل آخر الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلد كل مرة حد الخمر، وفي مرة قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإن فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، رغم وجود المعصية وهي، لكن كان حبا ضعيفا أدى إلى وجود المعصية منه. والآية نص واضح في أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، وهي نص في غير التائب، إذن هي نص في المصر، لأن الشرك إذا تاب منه الإنسان غفره الله له، وإن مات على الشرك يخلد في النار. أما الذي أشرك وتاب فمثله كمثل أكثر الصحابة، كانوا مشركين وتابوا، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به المقصود به إن مات الشخص المشرك على ذلك، ليس معناه أن أي إنسان أشرك في حياته ولو مرة أنه مهما تاب بعدها لا تنفعه توبته، هذا لا يقبل، ليس هذا معنى الآية. الآية نص في التفرقة بين الشرك وبين ما دون ذلك، ما دون الشرك، فما دون الشرك يغفر للمصر، يمكن أن يغفر في مشيئة الله، إن شاء الله أن يغفره غفره، وإن شاء عذبه عليه عذبه ولم يخلده في النار. من مات على الشرك، من أصر على الشرك إلى أن مات، هذا الذي لا يغفره الله. ما تبش يبقى يوم اللي ما تبش ده من الشرك يبقى مخلد في النار، ما تبش في ما دون ذلك يبقى في المشيئة. نعم. وكذا قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن ما هو الشرط؟ أن يموت وهو كافر. إذن قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به في من مات على ذلك أيضا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من مات على ذلك، وإلا لو تاب ما يبقاش اسمه مات على ذلك، وإلا لكان ما دون الشرك أعظم من الشرك. يلزم بقى كلام يلزم المعتزلة الخوارج إن ما دون الشرك أعظم من الشرك، ليه؟ لأن الشرك يغفر بالتوبة وما دون الشرك إيه؟ لا يغفر بالتوبة، لأنه لو قيل عن ما دون الشرك لا يغفر لكان ما دون الشرك أعظم من الشرك، فلابد أن يحمل الكلام على من مات مصرا على ما دون الشرك، لأنه إذا كان الشرك يغفر بالتوبة فإن ما دونه أولى بأن يغفر بالتوبة، وهذا واضح. والآية لم تلزم بالمغفرة لمن مات مصرا على ما دون الشرك، بل ذكرت أنه في المشيئة. فالتفصيل كالآتي: من مات مصرا على الشرك فهو مخلد في النار، من تاب من الشرك غفر الله له، من مات مصرا على ما دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلد في النار. من تاب مما دون الشرك غفر له بالأول.
بعد بلوغ الحجة دي اتكلمنا فيها طبعا، متفق عليه ان من مات على الشرك بعد بلوغ الايه الحجة. الا من تاب وامن بيقولوا عليها ايه يعني؟ بيقولوا هي دي اللي يحكم بها، بس لازم يكون تاب، ما يكونش تاب يبقى لابد ان يعذب في النار. فبنقول ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قاضية على الايات التي فيها ذكر التوبة. هذه الآية نص في ان المصر على المعصية التي دون الشرك إن مات على ذلك فهو في المشيئة، هي رد على الخوارج والمعتزلة، وهي في غير التائب كما ذكرنا. يدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته قد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. تكرار النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق عدة مرات، يعني وإن زنى وإن سرق مطلقا، يعني ولو تكرر ذلك منه عشرات المرات. فمن شرب الخمر 100 مرة وهو يقول أن الخمر حرام وأنا مخطئ ومقصر لكني لا أستطيع أن أتوب، فهذا لا يكفره أحد من أهل السنة، لكن إيمانه ينقص بمعصيته وفسقه. والخطب في الحقيقة على المصر على الكبيرة أن إيمانه ينقص ويظل يتناقص إلى أن يصير إلى حافة الكفر ويسهل عليه أن يكفر، لكننا لا نكفره حتى يكفر، بمعنى أنه في خطورة عليه. نقول هذا الواقع الحقيقي، تجد مدمن المخدرات يسب الدين فيكفر بذلك، ومدمن الخمر يستهزئ بالشرع، فالمعاصي تسهل عليه أن يرتكب الكفر. أنا بقولش أن كل مدمن بيعمل كده، لكن ده واقع مشهود أن كثير جدا من المدمنين إيه؟ يفعلون ذلك، ينتهكون الحرمات إلى حد الاستهزاء بالشر، إلى حد السخرية من الدين، إلى حد السب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه، لكن لو لم يفعل لا نكفره حتى يفعل. المعاصي تسهل عليه أن يرتكب الكفر لأن إيمانه ناقص، فيسهل عليه أن يقتحم الكفر، لكن ما دام لم يقتحمه بعد فلا يكفر، ولكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والنفي هنا لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا بأصل الإيمان باتفاق أهل السنة. يعني اللي يقول في لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كافر يبقى مبتدع، يبقى خوارج. إن قيل من مات مصرا على المعاصي سواء كانت صغائر أم كبائر ما حكمه في الآخرة؟ أيوة، مسلم وليس بمؤمن الإيمان الواجب. بنقول من مات مصرا على المعاصي سواء كانت صغائر أم كبائر حكمه في الآخرة؟ نقول إن الصحيح في ذلك هو الموازنة، فتوزن حسناته وتوزن سيئاته كما دلت عليه الآيات والأحاديث الواردة في الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الكلام هنا على أن توزن حسناته وسيئاته، إن رجحت الحسنات حتى لو كان في سيئات مات مصرا عليه ممكن تكون في حسنات أعظم تمحو هذا تثقل، فإن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة استحق دخول النار. دخل النار يعني استحق دخول النار وهو في المشيئة، يمكن أن يشفع فيه، يمكن أثناء مرور عصاته وهو استحق أن يقع يشفع فيه الرسل فينجو يرحمه الله عز وجل، الله يفعل ما يشاء. من استوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة دون أن يدخلوا النار. أقول هذا واستغفر.